طلاب اليوم واصل الى موضوع اسمه انقسام الخلية. اذا تتذكرون وياي انه الفصل الاول قسمناه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول اسمه تركيب الخلية، اخذنا الخلية شلون فسخناها من البداية لحد النواة. بعدين القسم الثاني اسمه نشاطات الخلية، ونشاطات الخلية يتضمن اولا عبور المواد عبر الاغشية، ثانيا الايض الخلوي. عبور المواد عبر الاغشية يتضمن سبع حالات، اذا خلصناها المفروض نروح الى الايض الخلوي، ولكن لانه 21 طلاب سنة 21 عندهم حذف الأيض الخلوي، لذلك ارتئينا نروح على انقسام الخلية، وإن شاء الله بالمستقبل نصور الأيض الخلية ونرفقه وياهم. إذن رايحين على القسم الأخير من الفصل الأول اسمه انقسام الخلية. هذا الموضوع انقسام الخلية من المواضيع المهمة جدا اللي تحتاج هواي أنت بالفصل الثالث والفصل الخامس، أي بالتكاثر والوراثة. شوفوا أول سؤال، هي مقدمة ممكن يجينا عليها السؤال، تهدف عملية انقسام الخلية أو تعد عملية انقسام الخلية من العمليات المعقدة والتي تهدف إلى مضاعفة المادة الوراثية كميا ثم ضمان توزيعها بشكل متجانس بين الخليتين الناتجتين. خاف يسألوك ما الهدف من انقسام الخلية؟ ما الهدف؟ أوكي؟ يعني واضح من خلال المقدمة، يعد عملية انقسام الخلية من العمليات المعقدة والتي تهدف هنا إلى مضاعفة المادة الوراثية كميا بعد مع ضمان توزيعها بشكل متجانس بين الخليتين الناتجتين. هسه فهمك هذا الحكي شلون يصير. نكمل الشق الآخر، انقسام الخلية. أنت الخلية اللي درست تركيباتها ونشاطاتها ممكن أن تنقسم بواحد من هذه الانقسامات الثلاث: واحد انقسام مباشر، المباشر اسمه اللا خيطي. اثنين انقسام غير مباشر، الغير المباشر اسمه الخيطي بابعه، وإلى اسم آخر الاعتيادي. صحيح ما مذكور هسه هنا بهاي الأوراق، ولكن بالتكاثر يرجع يسميه بهذا الاسم. وثالثا الانقسام الاختزالي، الانقسام الاختزالي. هذا الانقسام مو مهم، يعني مو مهم لا علميا ولا من ناحية الدرجات، يعني مجرد تعريف انت تحفظه وممكن مثل لمايتي، ولكن هذا الانقسام كلش مهم. اليوم احنا راح ناخذه بمصور او مصورات اثنين ممكن نسوي، والانقسام الاختزالي راح نطول به. اذا انطبع على الانقسام الاول، الانقسام المباشر او اللاخيطي. اسمع التعريف، في هذا النوع من الانقسام تنقسم الخلايا دون حصول تغيرات نووية وسيتوبلازمية واضحة. اسمع، دون حصول تغيرات نووية وسيتوبلازمية واضحة. اوكي، هاي العبارة ركز عليها. في هذا النوع من الانقسام تنقسم الخلايا دون حصول تغيرات نووية وسيتوبلازمية واضحة. طيب شلون لعد؟ ذلك بتخصر النواة أو المادة النووية والسيتوبلازم ومن ثم انقسامهما، اسمع، وتكوين خليتين تحوي كل منهما على جزء من النواة الأصلية أو المادة النووية وجزء من السيتوبلازم الأصلي. يحصل مثل هذا النوع من الانقسام في البكتيريا والطحالب الخضر المزرقة اللي انت تعرفها تحت مملكة البدائيات. إذن هنا التعريف هو اريدك تحفظه ومثل لما ياتي، خلية تنقسم انقسام مباشر، شو تقول له؟ لو بكتيريا لو طحالب خضر مزرقة. بس انت ركز على التعريف، نقلنا من عنده هاي العبارة اللي راح نحتاجها هنا. ثانيا الانقسام غير المباشر او الخيطي او الاعتيادي. هنا اولا اريد من عندك التعريف، ويعرف بأنه عملية انقسام النواة بصورة تضمن تسلم كل من الخليتين البنويتين نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلاً في الخلية الأم. شوفوا طلاب، راح أعيد التعريف هنا، عرف الانقسام غير المباشر، عرف الانقسام الخيطي، هو هذا راح يجيك بالوزارة، عرف الانقسام الخيطي، وعرف الانقسام الاعتيادي، أي اسم ترى عادي، بس أنت راح يجيك عرف الانقسام الخيطي، وش يقول لك؟ ويعرف هذا الانقسام
بأنه عملية انقسام النواة أولاً. هسا أنت بكتابك من تباوع كلمة أولاً ماكو، ويعرف بأنه عملية انقسام النواة أولاً بصورة تضمن تسلم كل من الخليتين البنويتين الجديدتين نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلاً في الخلية الأم. التعريف مرشح. حسب هذا التعريف يعني إذا خلايا اثنين راح تستلم نفس العدد، فيتطلب أن كل كروموسوم موجود بالخلية الأصل لازم يتضاعف ويصيرون اثنين متماثلين واحد بصف الثاني، وعندما تشرع بالانقسام هذول الاثنين المتماثلين راح ينفصلون عن بعض، فبالتالي كل خلية ناتجة راح تحتوي على نفس العدد. شوفوا طلاب، هسه الملاحظة مهمة بس ما راح تجيك بالوزاري. خلنا نتابع هسه. خلنا ناخذ خلية افتراضية. الخلية الافتراضية اللي راح ارسمها هنا حتى نباوع بها التفاصيل هي خلية الإنسان. خلية الإنسان ايش قد عدد كروموسوماتها في موضوع تركيب الخلية؟ طبعا عرفتها انت 46 كروموسوم. اوكي، اذا جايبين ضفدع كان قلت لي 26، لو جايبين الحمامة كان قلت لي 80. هاي الخلية شريدها اريدها تنقسم هذا الانقسام. حسب هذا الانقسام باوع الرسم راح تمر بسهم الانقسام. ناتج الانقسام راح تتكون خلايا اثنين. باوع الخلايا شوف رسمتهم صغار، بالتعريف يسميهم خليتين بنويتين. كل وحدة شبيهة، كل وحدة بيها نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلا في الخلية الأم. أوكي، خلينا نعيد التعريف. عرف الانقسام الخيطي، ويعرف بأنه عملية انقسام النواة بصورة تضمن تسلم كل من الخليتين البنويتين، بنويتين يعني صغار، نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلا في الخلية الأم. بعدين قال لك الملاحظة، ترى هذول 46 لازم كل واحد يتضاعف يصير 2، فإذا 46 أضربها في 2 إيش قد يصير العدد؟ 92. حتى ال 92 أثناء ما تنقسم الخلية 46 تروح على اليمين و 46 تروح على اليسار، بالتالي الخلايا الجديدة راح تحصل كل وحدة على نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلا وين؟ في الخلية الأم. شوفوا طلاب، الآن هذا الانقسام الأولاني إيش كتبت لك؟ في هذا النوع من الانقسام تنقسم الخلايا دون حصول تغيرات نووية وسايتوبلازمية واضحة. طيب شلون؟ والله مجرد السايتوبلازم والنواة يخسرون يصيرون اثنين وفي مال لا. هنا لا، هنا حتى الخلية بابا ركز هنا، حتى الخلية تصير اثنين اسمع، لازم مو دون، لازم تحصل تغيرات في النواة والسايتوبلازم، وهاي التغيرات تصير واضحة. أعيدها، حتى الخلية تنقسم وتصير اثنين لازم تصير تغيرات على مستوى النواة وتغيرات على مستوى السيتوبلازم، بحيث مجموع هذه التغيرات وين تكون حصيلتها أن تنقسم الخلية وتصير اثنين. وهذه التغيرات التي تحدث باوع هنا هي تحدث بشكل اعتيادي لأي خلية تنقسم انقسام خيطي. يعني قصدك استاذ الأحداث اللي هسه راح نكتبها وهي أحداث اعتيادية، بسبب هاي الأحداث الاعتيادية الانقسام الخيطي يسمونه انقسام اعتيادي؟ نعم. طيب منو هاي الأحداث الاعتيادية؟ خلينا نشوفهم. واحد، الطور التمهيدي. اثنين، الطور الاستوائي. ثلاثة، الطور الانفصالي. وأخيرا الطور النهائي. انتبهوا، حتى الخلية تنقسم وتصير اثنين لابد لها من أن تمر بمجموعة من الأحداث. وين الأحداث؟ هذول أربعة. ولذلك هذه الأحداث هي تحدث بشكل اعتيادي لأي خلية تنقسم انقسام خيطي. أما هناك لا، دون حصول هيك أحداث. زين ايش قال لك بعد؟ بس هاي الخلية ما تخوض هاي الأحداث الأربعة إلا بعد أن تحضر نفسها لهذه الأحداث الأربعة. عملية التحضير شي يسمونها طور بيني. أوكي طلاب، إذن هي هاي المقدمة الخاصة بالانقسام الخيطي. أولا التعريف مرشح، ثانيا في هذا الانقسام تحدث تغيرات تصير على مستوى النواة والسيتوبلازم. التغيرات هي عبارة عن أربعة أحداث تحت أسماء أطوار: طور تمهيدي، استوائي، انفصالي، نهائي. ولكن هاي الأطوار يسبقها طور تحضيري شي يسمونه الطور البيني. شوفوا طلاب، احنا مصورين الانقسامات ضمن خانة الانقسامات، هذيك ما كنا كاتبين أي شيء على الصبورة، مجرد رسومات ونحكي.
اليوم ارتئينا ان نكتب على السبورة ونرسم، فانت وين ما تشوف نفسك توب راح يصير الانقسام كلش سهل. يا الله، اذا هسه وين راح اروح؟ على شيء اسمه التطور البيني. ياسر على كيفنا نتوجه للسبورة هذه الصغيرة، هذا التطور البيني. الخلية الآن تريد تنقسم انقسام خيطي، راح تحضر نفسها. التطور التحضيري قاعدنا شو نسميه؟ نسميه بالتطور البيني. ما مميزات التطور البيني؟ كاتبها لك، ماكو داعي، عندك بالكتاب، عندك بأي ملزمة، ولكن مو هذا المهم. المهم أنت ذن شلون راح تحفظهن؟ راح تحفظهن عن طريق التشريح. عن طريق شنو؟ عن طريق الرسم. تعال باوع وياي. هسه الآن راح آخذ خلية افتراضية. الخلية الافتراضية ايش قد عدد كروموسوماتها؟ مجرد 4 كروموسومات. ايش قد؟ 4 كروموسومات. ليش استاذ 4 كروموسومات؟ خب اخذ مال الانسان قبل شويه 46. لا، ال 46 من اريد ارسمها على السبوره وبالكتاب راح يتطلب ارسم شخوط 46 شخط، كل شخط للدلال على كروموسوم. لذلك هنا أنا أبو الكتاب أخذ لك 4 كروموسومات لخلية افتراضية حتى تكون الرسمة سهلة. يلا نباوع. هذه الخلية وهذه النواة، وهنا أنا كبرت النواة. ليش؟ حتى أشوف تفاصيل النواة. الآن وين الكروموسومات؟ باوع. هذه الكروموسومات استاذ، هاي مو كروموسومات، هاي اسمها شبكة كروماتينية. صحيح اسمها شبكة كروماتينية. تتذكرون طلاب انه بداخل النواة فشي اسمه شبكة كروماتينية، والشبكة الكروماتينية عند الانقسام تتوضح بشكل تراكيب عصوية اسمها كروموسومات. والكروموسومات هي شنو؟ مسببات الحياة. اوكي طلاب؟ يا الله، الآن هذه فتشي اسمها نوية، وبعد وأكو فتشي إذا تتذكرون اسمه الجسيم المركزي. ها الجسيم المركزي اللي هو عبارة عن زوج من المركزات اللي هو يساهم في عملية انقسام الخلية. طيب شلون؟ حيث يتضاعف أثناء الانقسام وبعدين يبتعدان ويرتبطان فيما بينهما بواسطة خيوط مغزلية. الآن ما مميزات الطور البيني؟ راح يقول لك إذا تتذكر الرسمة كنت بيها قبل شوية، يقول لك تمر الخلية في هذا الطور قبل البدء بعملية الانقسام، بعدها ما فايتها بالانقسام. لذلك تمر الخلية في هذا الطور قبل البدء بالانقسام. اثنين، يلاحظ ان النواة تكون كبيرة بالمقارنة مع انوية الخلايا المنقسمة. ياسر شوي على كيفك، تعالوا وياي ما يخالف. باوع، شوف نقطة رقم 1، تمر الخلية بهذا الطور قبل البدء بعملية الانقسام. اثنين، يلاحظ ان النواة، شوف شو رسمتها كبيرة، تكون كبيرة مقارنة مع انوية الخلايا المنقسمة. الطالب يقرأ النقطة ما يعرف معناها، يقول لك يلاحظ ان نواة الخلية تكون كبيرة مقارنة مع انوية الخلايا عود الناتجة من الانقسام. ثلاثة، تخليق جزيئات كبيرة من الأحماض النووية والبروتينات كخطوة تحضيرية لعملية الانقسام. شباب، الأحماض النووية هم شغلتين، واحد يسمونه DNA والآخر يسمونه RNA. هاي نقطة 3 مهمة جدا. النقطة 4، أهم ما يميز هذا الطور البيني هو مضاعفة الحامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين اللي اختصار اسمه DNA. وأخيرا 5، تضاعف الجسيم المركزي. أوكي، هاي الأحداث وين تحطها؟ هنا. يلا ياسر هيك على كيفنا. إذن السؤال، ما مميزات التطور البيني؟ هيك طلعوا لهم إياه 5 نقاط. هذا DNA نحفظهن بهذا الشكل. بس هنا نريد نشوف أنه هذا الجسيم المركزي شلون الضاعف؟ الضاعف هو هذا جسيم مركزي. كم جسيم مركزي صاروا بناء على هذا الكلام؟ صاروا 2، لأنه شو يقول لك؟ 5 تضاعف الجسيم المركزي. فالجسيم المركزي صار بعد جسيم مركزي آخر. أوكي، انتهت مميزات الطور البيني. إذا نحن وين رايحين؟ هسه رايحين على الطور التمهيدي. تتذكر هسه ذيك الصورة؟ خلصنا الطور البيني، بعدين اجيت على الطور الأربعة. أول طور شنو اسمه؟ الطور التمهيدي. ما مميزات الخلية في الطور التمهيدي؟ أو ما مميزات الطور التمهيدي من الانقسام الخيطي؟ فتشي مرشح 5 نقاط. تتميز الشبكة
الكروماتينية إلى عدد من الكروموسومات. ما منشأ الكروموسومات؟ من الشبكة الكروماتينية. فتتميز الشبكة الكروماتينية إلى عدد من الكروموسومات التي تبدو كثيفة، وكل كروموسوم يتألف أو يتميز إلى جزئين متماثلين. يقعد شي يسميهم الجزئين المتماثلين تماماً؟ اسمهن كروماتيدين، سنرسمهن. ويرتبط هذان الكروماتيدان الشقيقان عن طريق جزئيهما المركزيين. هاي نقطة رقم واحد، تعال نباوع لها. شوف الشبكة الكروماتينية هذه ايش قال لك؟ تتميز الشبكة الكروماتينية إلى عدد من الكروموسومات التي تبدو كثيفة. لذلك أنا قعدت أرسم كم كروموسوم؟ بس أربعة. ليش؟ لأن الخلية الافتراضية المختارها أربعة. أوكي، هنا أنا ياسر، هذه شنو اسمها؟ شبكة كروماتينية، سهم صغير، تميزت إلى عدد من الكروموسومات التي تبدو كثيفة. باوع باوع، بعدين شو يقول؟ وكل كروموسوم من ذن الأربعة يتميز إلى جزئين متماثلين تماماً. كل جزء من ذول الأجزاء اسمه كروماتيد، ويكمل الصورة أكثر ويقول لك ويرتبط الكروماتيدان الشقيقان عن طريق جزئيهما المركزيين. شوف، أخذت واحد من هاي الكروموسومات، شفته يتألف من شريطين، الشريط شنو اسمه؟ كروماتيد. فبالتالي دول يسمونهم كروماتيدين شقيقين. ويرتبط الكروماتيدان الشقيقان باعوا بعض النقاط السود هذولة عن طريق جزئيهما المركزيين. قعدنا شو نسوي لك؟ عرف الجزء المركزي. شو تقول له؟ الجزء المركزي هذا تركيب يوجد ضمن الكروماتيد الواحد في الكروموسوم. هذا الموقع. طيب شنو وظيفته؟ يعمل على ربط الكروماتيدان الشقيقان. هاي الوظيفة الأولى اللي هسه أنت شفتها. الوظيفة الثانية وين راح أشوفها؟ راح أشوفها بالطور الاستوائي. وعن طريق هذا الجزء المركزي يرتبط الكروموسوم بخيوط المغزل. أوكي؟ هذا شنو صار؟ عرف الجزء المركزي. اثنين، يتباعد، باقرو، يتباعد الجسيمان المركزيان اللذان تضاعفا منذ الطور البيني ويتجهان باتجاهين متعاكسين نحو قطبي الخلية. شباب، هذول الأجسام المركزية الاثنين، واحد من عندهم راح ياخذ قطب والآخر راح ياخذ القطب المعاكس. لذلك ايش قال لك؟ يتباعد الجسيمان المركزيان. شوفوا، اكو شغلة قديمة، ما أهمية الجسيم المركزي تركيب الخلية بالنواة، آسف قبل النواة، كنت تقول له يتضاعف الجسيم المركزي أثناء انقسام الخلية. اليوم اتعرفت التضاعف في الطور البيني، بعدين هناك شو يقول لك؟ ثم يبتعدان. عملية الابتعاد وين يشوفها اليوم؟ في الطور التمهيدي. أوكي؟ ويرتبطان فيما بينهما بواسطة خيوط المغزل. خيوط المغزل راح نشوفها فد شوية. أوكي عيني؟ إذن كل اللي صار أنه يتباعد الجسيمان المركزيان اللذان تضاعفا منذ الطور البيني. وين يتجهان؟ يتجهان نحو القطبي الخلية المتعاكسين. بعد ثلاثة، تكوين خيوط النجم. هذه الخيوط الصغار اللي جاي أرسم بيها اسمها النجم. تكوين خيوط النجم من الجسيمان المركزيان. فخاف يسألوك ما منشأ خيوط النجم؟ قل له من الجسيمات المركزية. بعد أربعة، تكوين خيوط المغزل. شوف ذن خيوط المغزل اللي جاي أرسم بيها باللون الأخضر. تكوين خيوط المغزل بين الجسيمان المركزيان. فصار عندك خيوط نجم وخيوط مغزل، ويبدو سمي بالانقسام الخيطي نسبة إلى هذه الخيوط المميزة. أوكي طلاب؟ وختاما وأخيرا، شوفوا هناك، باعوا هناك، هنا اكو شغلة شنو اسمها؟ غشاء نووي وبعد نوية. هنا ماكو شيء اسمه غلاف نووي ونوية، لأنه ودي يقول لك اختفاء النوية والغشاء النووي. لذلك خلنا ما مميزات الطور التمهيدي على كيفنا. واحد، تتميز الشبكة الكروماتينية إلى عدد من الكروموسومات التي تبدو كثيفة، وكل كروموسوم يتميز إلى جزئين متماثلين بين قوسين كروماتيدين، ويرتبط الكروماتيدان الشقيقان فيما بينهما عن طريق جزئيهما المركزيين. نقطة اثنين، باوع هنا، تعال هنا، يتباعد الجسيمان المركزيان اللذان تضاعفا منذ الطور البيني. وين يرحون؟ نحو الأقطاب المتعاكسة. بعدين باوع ذولا، تكوين خيوط النجم من الجسيمات المركزية.
على ذول الخضر، تكوين خيوط المغزل بين الجسيمات المركزيه، وختاما اختفاء النواه والغلاف النووي. اذا خلصنا الطور التمهيدي ياسر ما يخالف هيك فره، اذا خلصت الطور التمهيدي انت وين رحت؟ على الطور الاستوائي. اوكي طلاب يلا ياسر نرجع شويه. الطور الاستوائي، ما مميزات الطور الاستوائي؟ نقرا: تنكمش وتتغلظ الكروموسومات في هذا الطور وتاخذ موقعا على خط الاستواء، ركز على هذه، على خط الاستواء الخاص بالمغزل، وتتعلق الكروموسومات بخيوط المغزل عن طريق الجزء المركزي. هاي الرسمه اريد احفظ هذا الشرح. احنا اللي صار عندنا انه هذا جسيم مركزي وهذه الخيوط مالته شنو؟ النجم. وهذا الجسيم المركزي الاخر وهذه شنو؟ الخيوط مالته النجم، وارتبطوا بيناتهم بواسطه خيوط شنو اسمها؟ خيوط المغزل. الكروموسومات ايش قد عددهن؟ 4 مبعثرات ضمن السيتوبلازم. شوف هنا ايش يقول لك: تنكمش وتتغلظ الكروموسومات في هذا الطور ثم تتخذ موقعا على خط استواء المغزل. طلاب خلينا نتفق ان خط الاستواء بالجغرافيا هو خط وهمي ينصف الكره الارضيه الى نصفين. هذا كرة أرضية، هذه الخلية مثل الكرة مثل الدائرة، هذا خط النص مالتها. فهنا يقول لك تنكمش وتتغلظ الكروموسومات. ذول الأربعة اللي راح أسوي لهم شوية، راح أطوخ الرسم مالتهم، أثخنهم هالشكل، أخلي الكبير يقصر ويتثخن، وبعد ثم يتخذ موقع على خط الاستواء، على خط النص هالشكل. هذا الصغير وهذا الصغير. وها بالمناسبة ليش رسمت استاذ اثنين كبار اثنين صغار؟ هذا الجواب خلنا نعوفه على الانقسام الاختزالي، راح تعرفون ليش اثنين كبار ليش اثنين صغار. اذا هنا تنكمش وتتغلظ الكروموسومات في هذا الطور ثم تتخذ موقعا على خط استواء المغزل، وتتعلق الكروموسومات بخيوط المغزل عن طريق شنو؟ عن طريق الجزء المركزي. باي باي، انتهى الطور الاستوائي. وين وصلنا؟ وصلنا للطور الانفصالي. شباب من تسمع انفصالي يعني انفصال اشياء راح تصير. نقرا: وفيه تنفصل الكروموسومات البنويه الناتجه عن الكروماتيدات الشقيقه في هذا الطور او في الطور التمهيدي بعضها عن بعض باتجاه القطبين المتعاكسين. يا سنه نشوف هاي الرسمه. طلاب ايش تتذكرون؟ هذه الكروموسوم يتالف من جزئين متماثلين ويرتبطان فيما بينهما بواسطه الأجزاء المركزية. شوفوا اللي راح يصير بالطور الانفصالي، هذا الكروماتيد ينفصل عن هذا الكروماتيد، وبعد عيب علينا نسميه كروماتيد. ايش راح اسميه؟ كروموسوم بنوي. استاذ شنو كروموسوم بنوي؟ يعني جديد. اوكي يعني؟ فهنا ايش قال لك؟ وفيه تنفصل الكروموسومات البنوية الناتجة من الكروماتيدات الشقيقة في الطور التمهيدي. شوفوا طلاب خلينا نحكي لك عبارة تكون أسهل من هذه. بالطور الانفصالي سوف تنفصل الكروماتيدات الشقيقة بعضها عن بعض، ويصبح كل كروماتيد اسمه كروموسوم جديد. لكن هو بالكتاب كتب لك هاي العبارة: وفيه تنفصل الكروموسومات البنوية الناتجة عن انفصال الكروماتيدات الشقيقة، وبعدين ثم يتجهان نحو الأقطاب المتعاكسة. يلا نرسم: هذه خلية في الطور الانفصالي، هذا الجسيم المركزي، وهذه خيوط النجم، وهذا الجسيم المركزي الآخر، وهذه خيوط اسمها النجم. أما الخيوط اللي تربطهم اثنيناتهم، أعتقد هسا العملية صارت كلش سهلة بالنسبة إلك. اللي راح يصير حسب هاي العبارة، هذا الكروماتيد انفصل عن شقيقه، جيت على هذا الكروماتيد انفصل عن شقيقه، جيت على هذا الكروماتيد انفصل عن شقيقه، واخيرا الكروماتيد انفصل عن شقيقه، وهنا راح اسمي كل واحد كروموسوم جديد بنوي. انت احكم كم كروموسوم صاروا بالطور الانفصالي؟ راح تقول لي 8، هم مو كانوا 4؟ ايش قد صاروا؟ 8، مو صحيح؟ ليش؟ يعني كل كروماتيد اصبح اسمه كروموسوم. تتذكر شوي ياسر على كيفنا هنا؟ تتذكر طلاب اكو ملاحظة يقول: يتطلب في هذا الانقسام ان يتضاعف كل كروموسوم الى 2 متماثلين، واثناء الانقسام ينفصلون. اوكي؟ بحيث 46 ايش قد صارت؟ 92. زين اذا 4، اي ياسر هنا، اذا 4 حسب هاي الرسمة الافتراضية لازم يصيرون 8، هذول الـ8. اعتقد مفهومة الشغلة.
إذن وفي هذا الطور سوف تنفصل الكروموسومات البنوية الناتجة عن انفصال الكروماتيدات الشقيقة اللي تكونت بالطور التمهيدي، وين تروح؟ نحو الأقطاب المتعاكسة. أكو نظريات اثنين مرشحات، يقول لك لا تعرف ميكانيكية حركة الكروموسومات تجاه الأقطاب المتعاكسة، يعني أربعة راحوا على اليسار، أربعة راحوا على اليمين، على أي أساس؟ أكو نظريات اثنين تفسرهم، هذولا تحفظهم. واحد اثنين، سؤال: ما النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات تجاه الأقطاب المتعاكسة؟ واحد: يعتقد أن خيوط المغزل هذه اللونها أخضر تتقلص بوجود الـ ATP، ما ناسين هذا عملة الطاقة، وتسحب الكروموسومات نحو الأقطاب المتعاكسة. نظرية رقم واحد. اثنين: كل نظرية أو كل نظرية معناتها اعتقاد. اثنين: يعتقد أن خيوط المغزل تعمل بوضعها طريق تنزلق عليه الكروموسومات نحو الأقطاب المتعاكسة. احفظهن. من النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات أثناء انقسام الخلية؟ نظريات اثنين: واحد، يعتقد أن خيوط المغزل تتقلص بوجود الـ ATP وتسحب الكروموسومات نحو الأقطاب المتعاكسة. اثنين: يعتقد أن خيوط المغزل تعمل بوضعها طريق، مجرد طريق تنزلق عليه الكروموسومات نحو الأقطاب المتعاكسة. وين وصلنا؟ وصلنا للطور النهائي. ياسر شوية هنا، خلصت الطور التمهيدي والطور الاستوائي، وين رحت؟ أو خلصت الطور الانفصالي، وين رحت هسه؟ على الطور النهائي. نقرأ. واحد: ما مميزات الطور النهائي؟ قبل لا أقرأهم شباب، هذه النقاط هي عكس النقاط الموجودة بالطور التمهيدي تماما. إذا بالتمهيدي الشبكة الكروماتينية تميزت إلى كروموسومات، هسه الكروموسومات ترجع شبكة كروماتينية. نقرأ: يبدأ عند وصول الكروموسومات إلى قطبي الخلية المتعاكسين، وتعود الكروموسومات إلى شكلها السابق الخيط الدقيق، حيث تبدو بشكل خيوط كروماتينية دقيقة. أي شنو؟ أي تتكون الشبكة الكروماتينية. استاذ وضح لنا، باعوا الرسمة زين. هذه الخلية صارت هالشكل، شوية رسمناها بهيج شكل. ليش؟ لأن راح أقسمهم. هنا يقول لك يبدأ هذا الطور النهائي عند اكتمال وصول الكروموسومات، هاي أربعة وهاي أربعة، عند اكتمال وصول الكروموسومات إلى قطبي الخلية المتعاكسين. ويقول لك لا، ما تبقى هيج تقدر تحسبهم، لا ما تقدر، ثم تعود إلى شكلها السابق. باو باو، راح أشخبطهم. يعني شنو أسويهم؟ يعني أسويهم شبكة كروماتينية. خلاص شفت؟ هناك بالطور التمهيدي الشبكة الكروماتينية صارت كروموسومات، يعني الكروموسومات رجعت شبكة كروماتينية. اثنين: تتكون النوايا والغشاء النووي. اتذكر هناك نقطة خمسة، اختفاء النوايا والغشاء النووي، بينما هنا تتكون النوايا والغشاء النووي. اوكي عيني، هذا غشاء نووي، هاي نوايا، هذا غشاء نووي، هاي نوايا. اوكي عيني، شوفوا تتذكرون بالتعريف مع الانقسام الخيطي ضفت لكم فد كلمة تتذكروها، ويعرف الانقسام الخيطي ويعرف بأنه عملية انقسام النواة أولا هي ما موجودة، بس انت شفت بالرسم أنه الانقسم عندك بالبداية هي النواة. إذا انقسمت النواة ايش راح ينقسم وياها بعدين؟ بعدها راح ينقسم السيتوب لازم. أوكي، هسه افتهمتوا الفكرة، أنه ويعرف بأنه عملية انقسام النواة أولا بصورة تضمن تسلم كل من الخليتين البنويتين الجديدتين نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلا في الخلية الأم. زين، ثلاثة: يختفي المغزل. ها طلاب، كان موجود المغزل، هنا اختفى المغزل. أربعة: إذا صارت كل هاي الأشياء راح يصير الانقسام السيتوبلازمي. مرات الطالب يسأل أستاذ عود، هناك بالطور التمهيدي ليش اختفى؟ خليك يمي، ليش اختفى الغلاف النووي وبعدين رجع؟ شباب، لازم يختفي الغلاف النووي هناك، لأن تصور الغلاف النووي مثل السجن. السجن داير مداير شنو؟ الكروموسومات. من يختفي؟ هاي الرسمة طالعة ياسر يمك، من اختفى الغلاف النووي معناته الكروموسومات راح تصير عندها حرية حركة بالانتقال، لذلك وجب أن يختفي. زين، إذا وصلت الكروموسومات إلى غايتها لازم يرجع السجن من جديد. هذا ليش اختفى الغلاف النووي. زين، هناك استاذ ليش تكونت خيوط مغزل وهنا اختفت خيوط المغزل؟ والله تكونت خيوط المغزل، انت شفت بالنظريات شلون ساهمت في عملية انقسام او ساهمت في حركة الكروموسومات، لكن هنا بعد ما وصلت الكروموسومات إلى غايتها وجب أن تختفي هذه الخيوط. لذلك شوف، واحدة اثنين ثلاثة، صار انقسام النواة. شو يتبع انقسام النواة؟ الانقسام السيتوبلازمي. الانقسام السيتوبلازمي، خلي ببالك المقارنة الخلية النباتية والحيوانية هي النقطة الخامسة.
قال لك إذا خلية حيوانية يحدث تخصر، هسا الخلية اللي قدام عيني شنو حيوانية؟ يحدث تخصر في غشاء الخلية هالشكل، في منطقة خط استواء الخلية بالنص يعني، وبمرور الوقت يزداد التخصر تدريجيا إلى أن تنقسم الخلية إلى خليتين جديدتين باغ باغ. هاي وحدة هاي اثنين. أنا كم خلية حصلت هسه؟ حصلت على خلايا اثنين، كل وحدة بها نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلا في الخلية الأم. زين قال لك إذا كانت الخلية نباتية لا، فإن الانقسام السيتوبلازم يبدأ بتكوين الصفيحة الخلوية، مقارنة نقطة خمسة الخلية النباتية والحيوانية، في منطقة خط استواء الخلية تفرز من قبل بروتوبلاست الخلية. ما منشأ الصفيحة الخلوية راح تقول له من بروتوبلاست الخلية النباتية، وأنا معلمك شنو البروتوبلاست. ثم يبدأ كل خلية جديدة بتكوين جدارها الخلوي من جهتها، وتكتمل العملية بالانفصال لتكوين خليتين جديدتين. يعني إذا هاي خلية نباتية استاذ ليش ما يصير التخصر من برا؟ والله لأنه حضرتك تعرف من برا أكو شيء اسمه شنو؟ جدار الخلية السميك. لذلك الخلية النباتية تبدأ بتكوين فتشي من السنتر من المركز نحو الخارج. شنو اسم هذا الشيء؟ صفيحة خلوية. هاي الصفيحة الخلوية تفرز من قبل بروتوبلاست الخلية النباتية. شنو البروتوبلاست؟ ارجع لديك المحاضرة ما يخالف نعيدها، يعني هي المادة الحية، ونقصد بالمادة الحية السيتوبلازم والنواة. اوكي طلاب، بهذا الشكل انتهى الطور النهائي. هسه السؤال الاول، قارن بين الطور التمهيدي والطور النهائي مرشح. اوكي زين، بعد ما خلصنا هاي الاطوار الاربعه واللي سبقهم طور بيني، خلينا نشوف مجموعه من الملاحظات. الملاحظه الاولى بعد ما خلصنا ايه هذه الملاحظات طلاب، هذه الملاحظات بس الملاحظه رقم واحد مرشحه وكل سنه بالوزاري يعني مرشحه تعتبر. يقول لك ان المده الزمنيه التي يستغرقها الانقسام الخلوي تعتمد على او تتوقف على ان المده الزمنيه التي يستغرقها الانقسام الخلوي تعتمد على نوع الخلية أو النسيج، حط بالفراغ الأول، واثنين عمر الكائن الحي. هذه من الأسئلة المرشحة اللي تتكرر هواي بالوزاري. ثانيا المدد الزمنية، يعني الطور التمهيدي قايل لك هذا المدة الزمنية مالته من 30 إلى 60 دقيقة، بينما هذا من 2 إلى 6 دقائق، بينما هذا من 3 إلى 15 دقيقة، والطور النهائي من 30 إلى 60 دقيقة. وعندك ملاحظة بالكتاب يقول لك ليش تتواين الأوقات؟ انت ايش راح تقول له؟ بسبب اختلاف الأحداث. يعني هنا لأنه اكو أحداث هواي فتطلب وقت طويل، هنا لأنه ماكو أحداث، مجرد الكروموسومات انتظمت على خط الاستواء لذلك تطلب وقت قصير. لا، مجرد الكروماتيدات انفصلت وقت قصير. هنا بدت أحداث، يتكون غلاف نووي، تتكون نوايا، يختفي مغزى، ايضا يتطلب هيك أحداث. اوكي يعني. وختاماً هاي الخلية اللي قدام عينك، هي خلية كبد مثلاً مال الإنسان، تريد تنقسم حتى تصير اثنين، تتطلب يعني مجموع الأوقات شقد هسه تقريباً؟ أخذ لي المعدلات، والله تقريباً ساعتين إلا ربع حتى الخلية تصير اثنين. أوكي، لكن هنا شو يقول لك؟ اسمع هاي العبارة مهمة. الخلايا العصبية الانقسام مالتها حتى تنقسم وتصير اثنين تنقسم بسرعة هائلة، وين؟ في الأدوار الجنينية، بحيث يتطلب انقسامها 30 دقيقة. يعني انقسام الخلايا العصبية في الأدوار الجنينية بكل الأطوار مالتها، سواء التمهيد والاستواء والانفصال والنهاية، ايش قد ياخذ وقت؟ 30 دقيقة. لا ايش قد سريع. اسمع، قال لك هاي الخلية العصبية عند البلوغ يصبح الانقسام نادر، اصلا الانقسام ما يصير. علل، انت شرح تقول له نتيجة لتخصص الخلايا العصبية بصورة نهائية، بس هذا جوابك. بس هنا الطالب ما يعرف، استاذ يعني شنو الخلية العصبية؟ الخلية العصبية من انت جنين من تريد تنقسم سريعة تعطيك خليتين، اوكي، والاثنين يعطوك اربعة، بمدة شقد؟ مدة 30 دقيقة بكل هاي الاطوار. زين استاذ هسه احنا ليش الخلية العصبية ما تنقسم؟ ما تنقسم نتيجة تخصصها العالي. يعني تصور خلية عصبية مثلا موجودة بالدماغ، مهمتها الذاكرة، من تنقسم مو تضيع المعلومات لو لا، لذلك ما راح تنقسم. فأي واحد من يصير عنده خلل بالشريان يتعوض، بالجلد يتعوض، بس من يصير عنده خلل بضربة بالعصب ما يتعوض. أوكي، فالخلايا العصبية
في الأدوار الجنينية من تنقسم مدة انقسامها سريعة جدا وتتطلب 30 دقيقة، في حين هذا الانقسام الخاص بالخلايا العصبية يكون نادر عند البلوغ. ايش راح تقول له؟ نتيجة لتخصص الخلايا العصبية بصورة نهائية. شوفوا طلاب، خلينا نختصر وناخذ الخلاصة. الخلاصة من هذا الانقسام، نا ياسر شوية خلينا نختم. انقسام الخلية ممكن أن تنقسم انقسام مباشر أو لا خيط، مجرد تعريف ومثل لما يأتي. الانقسام الثاني غير مباشر، خيط اعتيادي، هذا مرشح ومهم وتجي عليه أسئلة هواية. هذه الخلية حتى تنقسم وصير اثنين، أكو أحداث أربعة. الأحداث الأربعة سبقها حدث مميز اسمه طور تحضير الطور البيني. أنت أريدك شو تسوي؟ ما مميزات الطور البيني تحفظهن؟ ما مميزات الطور التمهيدي؟ ما مميزات الطور الاستوائي؟ ما مميزات الطور الانفصالي؟ وأخيرا ما مميزات الطور النهائي؟ بهذا الشكل راح تسيطر على الانقسام الخيطي. الحمد لله هذا الانقسام الخيطي كنت أتوقع أنه يصير محاضرتين، مع العلم إحنا بالانقسامات إذا ترجع في خانة الانقسامات مسوينا محاضرتين، لكن اليوم خلاص بهذه المحاضرة. إن شاء الله انتظرونا حتى نروح بعد وين على الانقسام الاختزالي، اللي ذاك لازم نسوي أقل شيء 3 محاضرات، أقل شيء 3 محاضرات. أوكي، إن شاء الله ملتقانا في موضوع الانقسام الاختزالي، مع ألف سلامة.